السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد نقدم لكم تطبيقين رائعين جميل لمن يريد خلق صداقات أو التحدث مع الأجانب أو الأجنبيات، أو اللي بغى يضبط على راسه بوريقات. لدينا التطبيق الأول الذي اسمه ميتمي، الذي قمنا بتحميله ويمكنك أيضا تحميله من الرابط أسفل الفيديو أو من متجر ستور. فبعد تحميله نقوم بالنقر على التطبيق وتخرج لنا صفحة هكذا. فبالنسبة أنا مشترك وعليك التسجيل فقط عن طريق الفيسبوك. فبعد التسجيل يفتح لك التطبيق على هذا الشكل. وبعد أن يظهر لك هذه الصفحة فما عليك سوى الذهاب إلى هذا الزر في البخي دوفو، وهنا يمكن لك اختيار الجنس الذي تريد التحدث معه والعمر أيضا وحتى الديانة. هذا التطبيق جميل جدا، ويمكنك أيضا الذهاب واختيار الاختيار العشوائي. تذهب إلى البروفايل الخاص بك وتنقر على أفينيتي، وهنا يمكنك اختيار ماذا تريد ولمن تحدث معه. فهذا التطبيق تجدون رابطه أسفل الفيديو وحمله. التطبيق الثاني اسمه لوفو. هذا التطبيق ليس كالتطبيق الأول، فهو تطبيق فقط يعثر لك على الأصدقاء الأقرب منك، ولكن مع هذا التطبيق سوف نهكر الجي بي اس خاص بنا لكي يعثر على الأجانب. فما عليك سوى تحميل هذا التطبيق هولا. سوف تقومون بالضغط عليه، وهنا تقوم باختيار أي مدينة أو أي دولة. فمثلا سأختار فرنسا. تضغطون على الزر الأزرق ثم تخرجون والذهاب إلى التطبيق. هذا التطبيق يعطيكم نقط، وهذه النقط تساعدك على معرفة من قام بالإعجاب بك. هذا التطبيق جميل جدا، ولكن بمساعدة التطبيق هولا. فكما ترون هنا يوجد فقط الأجنبيات. إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا عنا بالزر لايك وأبوني لنستمر. شكرا.